كيقولي نتخلص القراءة كيقول لك انا ما عنديش وكيجيبني في عال الليل كنمشي ندير الميناج لما جتش ما عديش من ناكل كيقولي صافي انا راه غنزيد كيقولي يا سيري لا لا يردك حيت ما عنديش العائلة السلام عليكم انا خديجة من مدينة كازا انا اللي واحد السيدة كنت مجوجة عندي ثلاثة الوليدات وتخاصمت انا وراجلي وقع المشكل وجيت كتكارية جيت عند اختي جلست عندها عيطات عليا اختي قالت لي اجي جلسي عندي ما عندكش فين غتمشي ودابا انا ولادي مفرقين عليا علاش خاصمتي مع الزوج ديالك؟ تخاصمت انا وياه ما خدامه والو انا اللي خدامه انا اللي كنخدم وانا اللي كنتلاوح من بين كندير الميناج عند الناس مره يجي في الله مره ما يجيبش وصافي هادشي اللي كاين هو اللي كيتخاصم معايا كنقول ليه واش خدمتي كيقول لي انا ما خدمش ما كنجيب حتى حاجه ما كاين والو من هو كيقول لي ديك الهضره انا كنزيد نتازم كنزيد نبغي صافي كنفاجر كنبغي صافي نديه وبعد المرة كنقول العود بلا مشطار راجيم حتى كنمشي على الديور مرة تعيط لي وحدة مرة تقول لك اجي عندي صافي كندير الميناج عند الناس بحال هكايا هادي تعطاك هادي راك الميناج هو هذا بعض المرات ما كيجيبش الله صافي حتى كنجي نريح كتجي من الدار توقف صافي كتوقف علينا كنقول له تخلص لك راه كيقول لك انا ما عنديش صافي هزيت حوايجي وجيت عند اختي خليت لي الوليدات ما عنديش كي غندير ليه اختي عندها تسعود كي غدير لينا ومعايا ثلاثه والدريه في الداخلي هذيك اللي كتحسك لي القلب مو هذوك راه عنده هو عنده هو والدريه ملي كنجيبها كتقول لي ما عنديش فين غنجي عندك والدريه غادا كتعرف انا كنشد لها الخاطر كنديها نشري ليها باش ما تضيعش ليا تخرج ليا شي حاجه الطريق ما كايناش وكتقول لي ما عنديش فين غنجي عندك كتقول لي ماما ما عندك السكنه ما عندك والو ومني كتقول لي ديك الهضره انا كنزيد نتازم كنزيد صافي حتى كنبغي نشري ليها تقول لي خاصني هادي حتى كنتسلف ونمشي نكافى باش نشري لها باش تجلس لي في ديك الداخلي وتا هما مساكن تعاونوا معايا شدوها ليا وخلاو صافي قالوا لي خلي الدريه انا ما عمرك تديها حيت هما عاودت لي من الظروف ديالي قال لي نبقاش دير هذيك البلاصه اللي ساكنه فيها انت يعني فاش خرجتي من دارك وجيتي عند اختك شنو عطاتك يعني سكناتك مع وليداتها ولا شنو عطاتني السطح قالت لي اجي جلسي فيه وكيجيبني فيه على الليل كنمشي ندير الميناج لما جيتش ما عديش من ناكل ما عنديش واليوم من هذا مابقاش كيجي ما عرفتش انا هادشي ما عرفتش واش مالو مابقاش كيجي كاع ما كيجيش زعما يسول يقول لك اش خاصه وهادي صافي بعد مرة كنجلس كنبقى نقول هادشي على راسي كنزيد نبقى نتفكر ونقول ما شوف الزواج ولا شنو هو ما عرفت شنو هو يعني الزوج ديالك ما خرج شي مابقاش سول فيك مابقاش سول فيا ما حتى لقيتها عائلتي اللي واقفه معايا كتزيد دعمني كيقول لي صبري غير صبري لقيت عمي وخالتي مازال حدايا مازال خوت الاخرين بلا ما نجبدهم حتى واحد ما كاين ما عقلش ما عاقلينش عليا راه دايرين ما بغيت نقول هاد الهضره يعني هذه نقطة الضعف اللي كانت عندك مع راجلك نقطة الضعف ديالي حيت ما عنديش البديل ما عنديش كان كيتسغلني بزاف بعض المرات كنتخاصم انا وياه وكيقول لي كيقول لي صافي انا راه غنزيد كيقول لي سيري لا لا يردك حيت ما عنديش العائلة ما العائلة اللي غتجمعني كله مشاكل ديالو واخا بنتك كيفاش عايشة في الخيرية؟ عايشة بخير هي بصراحة عايشة بخير مشادين اليوم داعميني حتى هما عطيني واحد الحنان اللي ما عطيتوش ليها كتبقى فيا
كنقول لها انت بركي عبركي خدمي تعلمي خرجي بالديبلوم ديالك، ما بغيت حيت انا تشرت ما بغاش يتشرط. ملي كنقول لها تيهضر الهضره كتزيد كدعم راسها، ومسكينه هي اللي كتحسك ليا القلب حيت ماشي بنته. فاش كتجي عندك وكتشوف هاد الحالة هادي؟ كنت مولية ما عنديش فغا نريح، خليني نمشي، هاديك هي دارنا، حيت يوم هاديك الخير كيقول لها دارنا، ويا ريت تكون لقيت عاد شي حاجة نعطيها ليها، ما لقيت شي حاجة نعطيها ليها والو، وأنا كنطلب عم الناس تشوف فيا وتاع. يعني كيف قلتي لي قبيلة كتجي عندي ما كتلقاش حتى فين تنعس؟ ما كتلقاش حتى فين تجلس، ما كتلقاش حتى فين تريح. والو حيت ما عنديش كتحاولي تشوفي بنتك تشوف بنتك هادو كتكبر هادو كتزيد اش كتهضري كنحسبك هي اللي كتمرضك هي اللي محسكه ليا خويا قلبي والله ما نكذب عليك هي اللي مخرجاني كندير الميناج باش عاطيني من السبت للسبت نجيبها كنقول لها ما نخرجها من السبت للسبت حيت هما قال لي باش تعاونينا كنقول لهم صافي انا نخرجها وانا ملي كنقول لهم ما عنديش فهمتي باش ديك اللعبه نقول لهم ما عنديش غندي حيت نخرجها وما عاودت لهم عليها انا قال لي ما تجيبهاش لهذيك البلاصه باش من الدريه ما تخيبش عندنا هنا صافي ملي كنخرجها كنديها ما عنديش غنديها ما كاينش يعني كيبقى فيك الحال كتشوف راسك حطيتي بنتك في الخيريه حطيتها هي اللي كتجبد لك هي الماما كتجبدها دنيا ماما ما عنديش ما نديها خليني عانيه خلينا عفات الخيرية كتقول لي صافي انا عاد السبت مني جبتها مشيت انا وياها كنت غنمشي انا وياها للبحر صافي كتقول لي ماما يلا ديني يلا ديني الخيرية صافي خليني نبقى تما مبغاش تبقى معايا ما عنديش فين تجلس حيت انا كنقول صافي بركي تما خدمي تعلمي خرجي بالديبلوم ديالك بغيتك تعلمي بغيتي مشي انا ضعت مشي انا ضعت وخارجك تقول لي صافا ماما خليني عا هنايا ما عنديش فين غنمشي وهي ما عندهاش فهمتي كتقول لي دابا انت شنو غديري؟ بغيت هادشي بغيت نتسقر بغيت شي تسقر زعما نتسقر بغيت الناس تعاوني وتدعمني وتزيد تدعمني حيت هادشي صافي ما عييت يعني غدا ولا بعدا اختك غتستافد انت فين غتمشي للدار كتقول لي نمشي معاك وانا ما عاطينيش خاطري ولادي في جي وانا في جي ولادي في جي كندير تنبرك معاها شنو كطابي بغيت تعاونني ما نكذبش عليك بغيت تعاونني ما نكذبش عليك كنطلب من سيدنا حتى هو يعاونني ولا ويشوف فيا ويشوفها من الحال الوليدات ما بغيت والو بغيتهم يعاونوني ما بغيت حتى حاجه اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة